يعطيكم ألف عافية. وصفتنا اليوم هي من أشهر وأطيب الحلويات في شهر رمضان المبارك. وصفتنا اليوم هي القطايف. أنا هحكي لكم مكوناتها وتفاصيلها بكل خطوة بخطوة. القطايف هي مشهورة كتير وشعبية والكل بحبها، صغار وكبار. وكمان هي مكوناتها سهلة وبسيطة، والست بتقدر تعملها في البيت. أنا هذا عملها ابني وحفرجيكم إنها سهلة حتى للصغار يعملوها. شوف طلعت مع أكبر حبة قطايف في العالم. ابني حب يشاركني وحب يعمل واحدة، وشوفوا طلعت معاه أكبرها. تعالوا نشوف معانا مكونات القطايف. بداية نجهز القطر أو العسل أو الشيرة زي ما بتقولوا بتاع القطايف. بناخد 3 كاسات سكر وكاستين مي، وبدون ما نحركهم خليهم يغلوا على النار 10 دقايق مش أقل يعني، ونضيف عصرة ليمونة ونتركهم يبردوا على جنب علشان نشتغل بالقطايف. الوقت نشتغل بالعجينة القطايف. الست صارت تعملها بالبيت وما تشتريش جاهزة، وهي سهلة وبسيطة كتير يعني ما بتكلف. نستخدم الخلاط 3 كاسات مي وكاستين طحين، هذه الكاسة الثانية، نص كاسة سميد، السميد الناعم، سميد الفرخة، معلقتين كبار سكر عشان يدوا تحميرة للعجينة، معلقة خميرة صغيرة، كل المكونات في الخلاط، نص معلقة بيكنج باودر عشان تنفش وتصير حلوة العجينة، ونخلطهم جيدا بالخلاط. إذا ما عندكش خلاط في الإيد بتنفع عادي يعني، المهم تكون العجينة لينة وحلوة. آخر شي نضيف نص معلقة بيكربونات الصوديوم تعطي مسامات وإهلاء العجينة، ونديرهم في وعاء كده نستكب، أي وعاء عندك يكون سهل تسكب فيه. تعالوا بجريل أو شي ما يلزق في العجينة. زي ما انتو شايفين بصب واحدة واحدة، وابني حب يساعدني وعمل واحدة كبيرة شفتوها. بس العجينة سهلة كتير طيبة، والمهم يعني انت بتشتغلي على طول تحطيها على قماشة قطنية كده وتغطيها من الهواء عشان ما تجفش العجينة. العجينة سهلة كتير، وتشكليها زي ما بدك وتحشيها اسمة يعني بتشليها على وجه واحد زي ما انت شايفين، وطيرة وطرية ولينة وحلوة كتير العجينة. وبنصحكم تجربوها بالبيت وأحلى من الجاهزة، يعني شي سهل شي طيب في البيت انك تعمليها بنفس الطريقة وتكون هيك انت عاملاها بنفسك، يعني شي طيب. بنكمل كده لما تخلص العجينة معانا، والراس يعني بشكليها صغيرة كبيرة زي ما بدك. انا بحب الحجم هذا، وفي حجم العصافير ملعن، العصافير صغير جدا جدا، وفي حجم كبير يعني زي ما انت بدك العجينة وتتحكمي فيها وطريقتها. المهم زي ما قلت لك خليها دايما متغطية كده علشان تبقى طرية وتضلها بلونتها ومرنتها وشكلها حلو بشهة، طرية وخفيفة كمان حلوة كتير. شوف ما شكل العجينة ما أحلى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكلها كتير ونفس الطريقة، وانا عملت كمان احجام كتيرة. وعلى فكرة اولادي وزوجي هذه شغلتهم يعني في رمضان، هم بيشتغلوا هذه الشغلة وبيبيعوا وبترزقوا. يعني حبيت اصوركم من اول رمضان لكن ما عرفتش لانهم بيبيعوا يعني بعيد عن البيت شوي، وانا حبيت اعملكم بالبيت علشان تشوفوا انه الست بتقدر تعملها في البيت وتقدر تشتريها جاهزة، هي مش مكلفة كتير يعني، تقدر تعمليها بهذه الطريقة. انا اعملكم اشي مش بشوي واشي قلي وحاجات يعني حتى ني كمان بينفع، يعني كل الطرق بينفع. هذا القشطة يعني القشطة بتسهل عليك، بتوفر عليك، بتوفر عليك كتير يعني، بتقدر تعمليها وتفرزيها لطول شهر رمضان. طريقة عمل القشطة 3 كاسات حليب، معلقتين كبار سميد، معلقتين طحين، معلقتين كبار نشا. خليكم معايا
معلقتين كبار سكر، تذوبيهم على البارد يعني ما تخلطيهم في السخن، بتكتل الاشي الحليب وكده، وبتيدك فيها وانت بتحركي على نار بطيئة كده، وتضلك تحركي فيها يعني علشان ما بتمسكش بالوعاء يعني، على نار هادية تعملي احلى قشطة، وبتتركيها تبرد في صينية كده، وبعدين بتشكلي فيها زي ما بدك، وتنسيش معلقة كبيرة من ماء الزهر، او عندك فانيلا عادي بس تستدليها فيها، مش مشكلة المطيبة، والسكر بتتحكم فيه، وسيبيها بتتركيها بتبرد كده. والله انا ابني بيعملها يعني عادي، سهلة كتير، متعلمين الشغلة دي، هم شغلتهم اصلا. ويلا نعملكم اول شي نقلي قلي القطايف، هذا قبل ما ينحشي بنقلي، يعني عملكم عدة طرق، انا يعني عملكم كذا طريقة، شوفوا الطريقة هذه سهلة كتير وحلوة وشكلها شيك يعني، كتير كتير حلوة عجبتني وحبيت اعملكم اياها. بالاول تقليها بعدين تعبيها بالقشطة، وزينيها بالمكسرات وبالشيرة، وشي جميل وفخم جدا جدا لو عندك عزومة أو حوزة تبيضي وشك قدام ضيوفك وكده، دي أجمل طريقة والله. خليكم معايا للآخر، ما تنسوناش إذا عجبكم الفيديو بلايك وشير، اللي ما اشتركش يشترك وكده، لو مصطفى شوية تشجيع ودعم لينا. إن شاء الله هيك بيعجبكم وصفاتنا وتنال رضاكم. دي أول طريقة يعني حلوة كتير، تقليها وتحطيها تضيفيها بالشيرة أو القطر يعني، وبعدين تحشيها، سهلة يعني. القطر أو العسل عملناه قبل ما نبدأ فيه علشان يكون بارد بارد، ولا كمان القطايف تكون سخنة وبشرب على طول. كيس الحلواني بنضيف القشطة اللي عملناها بعد ما بردت يعني، فيكوا تحطوها بالتلاجة وتفرزوها بكياس يعني من بتاعة الحلواني وقت ما بدكم بتطلعوا منها. والله وصفة طيبة كتير، وأنا ما فيش يوم عدى في رمضان إلا أعمل منها، ما فيش، مدمنين قطايف عندي ما شاء الله بيحبوه كتير، ونحشي براحتنا كده على البارد يعني بعد ما شرب القطر وقليناه، وفيك تشوي شوى عادي يعني، والمكسرات تزينيه، ولا أطيب ولا أحلى قطايف في الدنيا. تفضلوا معنا، هذه أول وصفة، ما تنسوش لسه في دايل، هنكمل مع بعض إن شاء الله، شيء فاخر على الآخر زي ما بيقولوا. صحة وعافية، ما تنسوناش من دعواتكم، ان شاء الله هيك بتعجبكم وصفاتنا، وان شاء الله هيك حنجيلكم كل شي جديد، كل وصفات جديدة وكل اشياء جديدة ان شاء الله. شوف شكلها عامل ازاي، روعة روعة. انا عملت كمية كبيرة من القشطة اهي، ودي شكلها ني يعني ما قليتها، بس شكلها كتير طيب وزاكي والله، بس رشة قطر خفيفة وفي السوق كده مكسرات وكلوها عادي يعني، مش طيبة. قول عنها العصافير لأنها قطع صغيرة صغيرة جدا جدا، تحط القشطة فيها والمكسرات، وصحة وعافية. وهذا قليتها قلي مسكر يعني، كمان شكلها لطيف وحلو، بس هي الحجم يعني، الحجم انت بتتحكم فيه كبيرة شوية، ولسه هعمل عندي كمية كبيرة، حفرزهم يعني، عملهم وحطهم بالتلاجة كده وقت ما بدي بطلع منها يعني، انا مش مجبرة اعمل كل الكمية هذه وبعدين ما ياكلوهاش الاطفال او اللي عندك، تحطيها بالتلاجة بتقعد اكتر شهور
صدقيني جربتها شهور تقعد مفرزة عندي. دحشت مكسرات، أنا عملت خلطة على إيدي، يعني عين جمل طحنتهم بال على شوية قرفة وجوز هند، معلقتين سكر وكده، تحشي زي ما بدك. شايفين العجينة ازاي حلوة وتلزق وكده، مستحيل تفك، مستحيل، ما شاء الله حلوة كتير، انصحكم تجربوها، والله سهلة كتير. قصمك موتزاريلا تحشيها، في ناس بيحشوها كفتة بس ما بحطوا يعني عليها الشيرة والعسل، الجبنة، حاجات مالحة يعني. شوف شكلها حلو ازاي، افرجيكم انا عملها دلوقتي. شوي حشويها بالفرن يعني، شوية زيت نباتي وشوية ودهنها سمن او زبدة وحطه بالفرن صينية عادي يعني، وتطلع أحلى من القلي وأخف يعني الكوليسترول. أخف اللي عاملين الدايت يجربوها كده، يدوب بالفرن على درجة حرارة هيك متوسطة، وبتسيبيها على راحتها، ويعني بتقلبيها على الجهة التانية. شكلها طيب وحلو، شفتوا مسهلها بالشوي يعني، اسهل كمان من القلي بسيطة، بتطلع مقرمشة جدا وحلوة، كل الطرق طيبة يعني، مفيش حاجة صعبة، وست البيت كل اشي عندها متوفر وما شاء الله. كل عام وانتو بخير يعني، اشي جميل جدا وبيض الوجه يعني، مثلا جاكو ضيوف او حاجة، اشي حلو كتير. طريقة القلي عادي برضو كمان طيبة لذيذة، انا قلت افرجيكو كل الطرق، مش هحرمكم من اي طريقة، اي قلينا وشوينا وني وحاجات حلوة كتير يعني. فيديو شامل، وما تنسوناش باللايك والتعليقات الحلوة الجميلة اللي بترفع الفيديو، ويعني عشان نستمر ونعطيكم كل شي جديد، كل شي حلو ان شاء الله عنا هنعطيكم اياه، مش هنبخل عليكم، وانتم كمان تساعدونا بهيك شي. يكون القطر بارد يعني، علشان تكون القطايف سخنة ويشرب على طول. صحة وعافية، أجمل أجمل القطايف وأجمل الحلويات. شوفوا المتزرلة كيف بتفتحيها وكده بتمط معاكي، وشكلها طيب رهيب جدا يعني، مش أقول لكم، بنصحكم تجربوها. وجربت الحلو والمالح، كله طيب القطايف، وأجمل قطايف من إيد مصطفى، صحة وعافية. هذا بالمكسرات أهو، زي ما بدكم، في ناس بتحب المكسرات، في ناس بتحب يعني براحتكم، وده ذواق يعني، تحكم بالعجينة، بالحشوة، بكل شي، بكل شي انتو يعني انتو بتتحكموا في البيت، في كل حاجة. صحة وعافية، متنسوناش من دعواتكم، رمضان كريم، كل عام وانتو بخير، ان شاء الله ربنا يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. وما تنسوناش دعواتكم، لايكاتكم، مع السلامة أخواتي.